بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلقنا طبعا بأنشطة لطبعا تقويم التعلمات ودعمها. نعم، القسم الخامس ابتدائي، المرجع هو المفيد في الاجتماعيات. طبعا هنا عندنا الجغرافيا. نعم، عندنا الدرسان المستهدفان هما طبعا مميزات وطني المواصلات، ثم الدرس الثاني اللي هو مشاكل بيئية وطني التصحر والتلوث ومشكل الماء. نبداو بالتمرين رقم واحد. نعم، عندنا هنا خريطة المواصلات في المغرب. هنا عندنا أبرزوا الأسباب التي تدفع إلى الانتقال من مكان لآخر. نعم، نبداو بالسؤال الأول. إذن ما هي الأسباب التي تدفع الإنسان للانتقال من مكان إلى آخر؟ نعم، عندنا كما درسنا طبعا في القسم أو في الدرس، عندنا إذا من الأسباب للدراسة، دابا نكتبهم في علبة الوصف، للدراسة، للعمل، إذا للتبضع البضائع، للتطبيب يعني العلاج، للتواصل طبعا الاجتماعي، وكذلك للترفيه والاستجمام. هذه بعض الدوافع التي تدفع الإنسان أو الأسباب التي تدفع الإنسان إلى التنقل. نعم، عندنا للدراسة، للعمل، للتبضع، للتطبيب، التواصل الاجتماعي طبعا، والترفيه والاستجمام. نعم، نمر إلى السؤال رقم ثاني. أحدد الأدوار التي تقوم بها المواصلات لصالح الناس. إذا ما هي الأدوار التي تقوم بها المواصلات لصالح الناس؟ سبق وأن درسناها، سأضعها في علبة الوصف. أولا بين تسهيل الحركة والتنقل، إذا وسائل المواصلات أولا تسهل الحركة والتنقل، تقريب المسافات بين الناس، تقريب المسافات بين الناس، توفير الوقت والجهد، نقل البضائع والمنتجات. نعم، تيسير طبعا التبادل التجاري، التبادل الثقافي بين الناس، التبادل الثقافي بين الناس. أعيد، تسهيل الحركة والتنقل، تقريب المسافات بين الناس، فالدور ديال المواصلات، توفير الوقت والجهد، نقل البضائع والمنتجات، تيسير التبادل التجاري، التبادل طبعا الثقافي بين الناس. نعم، عندنا هنا تيقول لنا السؤال الموالي. أبين أنواع المواصلات الصديقة للبيئة. إذن ما هي أنواع المواصلات الصديقة للبيئة؟ نعم، إذن عندنا هنا، نعم عندنا هنا بين المواصلات الصديقة للبيئة، الدراجات الهوائية طبعا لا تستعمل البنزين أو ده الذي لويته طبعا البيئة، قطارات الكهربائية، العربات التي تجر الدواب، تجرها الدواب، العربات التي تجر الدواب، الترامواي، ثم الحافلة المستدامة. نعم، الحافلة المستدامة التي تستخدم طبعا بالبطاريات، هذه كلها لا ينتج عنها غاز أكسيد الكربون. ثم نعلم أن السيارات التي تسير بالوقود أو البنزين تعتبر مصدرا أساسيا من مصادر تلوث الهواء. إذا هذوك المواصلات الصديقة للبيئة فلا تلوث البيئة، هذا هو سميت بصديقة البيئة لأنها لا تلوثها. نعم، الآن سنمر إلى أعرف المصطلحات التالية. طريق السيار، النقل بالتناوب، وقت الذروة. إذا إلى جينا شفنا هنا طريق السيار هو طريق المرور السريع دون تجاوز السرعة القانونية. نعم، مكون من خطين للسير باتجاهين متعاكسين عندنا ومفصولين. إذا هذوك الخطين مفصولين عن بعضهما، يمنع فيها الوقوف أو التوقف. طريق السيارة يمنع فيها الوقوف أو التوقف إلا عند حدود الطارئ، ويستعمل مقابل الأداء، يعني كيخلصوا مقابل الأداء. النقل بالتناوب اتفاق جماعي بين الأشخاص على التنقل كل مرة بسيارة أحدهم وبشكل متناوب. نعم، إذا النقل بالتناوب كل مرة هو اتفاق بين الأشخاص على التنقل كل مرة نستعمل سيارة أحدهم بشكل متناوب. هادشي غندعوكم في علبة الوصف إن شاء الله. وقت الذروة، الوقت الذي تشد فيه حركة مرور الدابة، مثلا مع 12 تكونوا خارجين
الموظفين، وطبعا تكون تما تلقى وقت الذروه. علاش؟ كتشد في حركه مرور الذهاب الى العمل او المدرسه. اذا وقت الذروه غالبا تكون مثلا في الصباح مع جوي 8 ونص 9، ومع 12 مثلا وقت الدائره، وكذا وقت الرجوع الى البيت وفي المساء. نعم، اذا هذه هي وقت الذروه، الوقت الذي تشد فيه حركه المرور للذهاب الى العمل او المدرسه، وكذا وقت الرجوع الى البيت. نعم، هذا طبعا بالنسبه للتمرين الاول. التمرين الثاني، نعم، تيقول لنا التمرين الثاني، نعم، نمر الى التمرين الثاني الذي يقول اقرا المعطيات خريطه. نعم، نقراها. المواصلات في المغرب، لاحظوا هنا طريق السيار من طنجه طبعا، وهنا تل هذه، ثم عندنا طريق رئيسيه، عادي طريق رئيسيه، وهنا عندنا سكك حديديه، نعم سكك حديديه، وهنا عندنا مشروع سكك حديديه، نعم مشروع سكه حديديه، مطار دولي، نعم فين الطائرات، وميناء رئيسي. نعم، اذا هنا قلنا احدد مجال تركز شبكه مواصلات المغرب. لاحظوا شبكه تركز مواصلات هنا طبعا في الشمال الغربي، نعم في الشمال الغربي، نعم في الشمال الغربي. ابرز الدور الذي تقوم به انواع المواصلات المختلفه في هذا. هذه انواع المواصلات هي طريق السيارة، طريق رئيسيه، سكه، وهنا مشروع سكه حديديه، مطار دولي، ميناء، هذه طبعا المنشات طبعا المواصلات، ثم عندنا وسائل النقليه، الطائره وغير ذلك. اذا الدور اللي كتلعبوا في التنميه الاقتصاد، نعم ها هو عندنا هنا، عندنا الدور هنا من بين التنميه الاقتصاد بالمغرب، نقل البضائع والمنتجات، كيسهل لنا نقل البضائع، تيسير التبادل التجاري، اذا هنا في التنميه تيسير التبادل التجاري، تسهيل الحركه والتنقل، وطبعا تفك العزله عن العالم القروي، تفك العزله عن العالم القروي، بل تنشط تما الحركه في العالم القروي، اذا تفك العزله عن الأرض. بالنسبه نعم هنا نمر الى السؤال في الموالي. اذا نمر الى الدرس 12، تقويم ودعم مشاكل بيئيه بوطني، التصحر والتلوث، مشكل الماء. قرأوا هذا التمرين. التمرين الأول، عرف المغرب تزايدا سكانيا كبيرا في المجال الحضاري، مما أدى إلى تفاقم الصعوبات فيما يخص جمع النفايات المنزلية والتخلص منها، وغالبا ما يتم التخلص منها في مطارح حشوائية. نعم، مما يجعل تلوث التربة والموارد المائية. إذا قرأوا هذا النص أكثر من مرتين حتى تتمكنوا من الاستيعاب ديالو، أقرأ النص واستخرجوا منه المشكل البيئي المطروح بحدة والعام بتسببه. إذا المشكل اللي هنا هو الصعوبات في جمع النفايات والتخلص منها. الصعوبات هي جمع النفايات المنزلية والتخلص منها، كيف نتخلص منها؟ والعامل المتسبب فيه طبعا هو تزايد السكان في المجال الحضاري، تزايد السكان في المجال الحضاري. هاي بعض الإجابات. إذا عندنا هنا الصعوبات، صعوبة التخلص من النفايات، والعامل المسبب في ذلك هو التزايد السكاني في المجال الحضاري، هو تزايد السكان، تزايد السكاني، نعم في المجال الحضاري. نعم، هنا طريقة التخلص من النفايات المنزلية. إذا قلنا هنا طريقة التخلص، أنا أقرأ النص واستخرجه، كيف نتخلص من النفايات، هنا عندنا يتم التخلص فيها في مطارح عشوائية. نعم، في مطارح عشوائية، هل الجواب مطارح عشوائية، يتم التخلص من النفايات المنزلية في مطارح عشوائية، هل الجواب عشوائية. أحد النتائج المترتبة على المشكل، نعم إذا النتائج هو تلوث التربة وطبعا والموارد المائية، تلوث التربة والموارد المائية، نعم تلوث التربة والموارد المائية. اذكر مشاكل بيئية أخرى تهد حياة الكائنات الحية، نعم ما هي؟ إذا السؤال الثاني تلوث التربة والموارد المائية. بالنسبة للمشاكل البيئية أخرى، التصحر، نقص الماء، قطع الأشجار الذي يؤدي إلى القضاء على الغطاء النباتي اللي عنده دور مهم بزاف في انجراف التربة وفي التصحر، في مكافحة التصحر، قطع الأشجار، نقص الماء، التصحر، القضاء على الغطاء النباتي، هذه مشاكل بيئية. نعم، الآن سنرى التمرين الثاني، ألاحظ الصورة، لاحظوا برنامج فرز وتدوير النفايات، يعني كل النفايات من النوع ديالها كموضوعها في الصندوق الخاص بها الحاوية المناسبة لها،
وسمي الطريقة التعامل مع النفايات الممثلة في الصورة واحد. إذا طريقة التعامل وهي طريقة طبعا كما فعلا حديثة وعصرية، وهي طريقة فرز وتدوير النفايات. نعم، طريقة فرز وتدوير النفايات وهي طريقة عصرية، فرز وتدوير النفايات. ها هي، نعم. أصف كيفية التخلص من النفايات اعتمادا على هذه الطريقة. كيفاش؟ نعم، أولا نقوم بفرز هذه المواد. طبعا لماذا فرز هذه النفايات؟ فطبعا المواد البلاستيكية بوحدها، المواد طبعا الزجاجية بوحدها، المواد المعدنية بوحدها، والمواد الورقية بوحدها. فطبعا تا هذه الصورة هذه أين نضع كل نوع على حدة؟ هذه الصورة هذه مهمة بزاف هي، باش عندما أضع النفايات أضع النفايات اللي هي عبارة عن بلاستيكية في مكان خاص، والمواد الزجاجية في مكان خاص. إذا هذه الطريقة، أول حاجة فرز النفايات بلاستيكية، مواد زجاجية، معدنية، ورقية، ثم تدوير هذه المواد لإعادة استعمالها من جديد. تدوير هذه المواد لإعادة استعمالها من جديد. سأضع هذا الشيء في علبة وصف. أبين طرقا أخرى وسلوكات إيجابية لمواجهة طبعا المشاكل البيئية المطروحة في محيطي. إذا من بين الحوايج اللي هي بسيط، وضع الأزبال في الأماكن المخصصة لها، ترشيد استعمال الماء باش نتفاداو طبعا أهمية الماء، هي كتساعدنا على لكي نواجه المشاكل. التشجير، نعم التشجير، التوعية وتحسيس بأهمية الأشجار، وبالتالي عدم التقطيع ديالهم. سأضع ذلك في علبة الوصف إن شاء الله.